تعلم ان الله لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بل وقد نادى على كل الانبياء باسمائهم المجرده، فقال تبارك وتعالى: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى لا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فلما اراد ان ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: يا ايها النبي، ربك ينادي. تبارك وتعالى بمحمد بمحبة رسول الله، إن الله لم ينادي رسوله باسمه محمد، والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر كن فأنذر. سبحان الله. وما